السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أحبائي الصغار طلبة الصف الأول الأساسي. جئت إليكم لنتعلم سوياً حرفاً جميلاً من حروف لغتنا الجميلة. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. أحبائي الصغار، هيا بنا نفكر. ثمرة صفراء اللون، نقطفها في فصل الشتاء. طعمها حامض، وعصيرها مفيد في علاج عدة أمراض مثل الرشح والإنفلونزا. هل عرفتم ما هذه الثمرة؟ ليمون. دعونا الآن نستمع لكلمة ليمون. ليمون، ما أول صوت سمعناه؟ رائع، أول صوت سمعناه في كلمة ليمون هو حرف اللام. إذن سنتعرف اليوم سوياً إلى حرف اللام. نتأمل الكلمات أسفل الصور. الكلمة الأولى لبن. لبن، فلنردد، لبن. الكلمة الثانية فول، فلنردد، فول. نلاحظ أحبائي أن الكلمتين اشتركتا في حرف واحد هو حرف اللام. انظروا إلى الكلمة الأولى، أين جاء حرف اللام؟ نعم، في أول الكلمة، وهذا شكله. ننظر الآن للكلمة الثانية، أين جاء حرف اللام؟ جيد، في آخر الكلمة، وهذا شكله. إذن لحرف اللام شكلان، الأول في أول ووسط الكلمة بهذا الشكل، والثاني في آخر الكلمة بهذا الشكل. ويلفظ حرف اللام ال ال ال. ما رأيكم أحبائي الصغار أن نقرأ حرف اللام بالحركات الطويلة؟ لام فتحة طويلة، لا. فلنردد، لا. لام ضمة طويلة، لو. مرة أخرى، لو. لام كسرة طويلة، لي. نردد، لي. هيا أصدقائي الأطفال، نقطف ثمار الليمون التي كتب عليها كلمة بها حرف اللام. أحسنتم وبارك الله فيكم. لدينا الآن دودتان جميلتان تحملان مجموعة من الحروف، يجب أن نركبها لنكون منها كلمات ذات معنى. الدودة الأولى، في البداية سنقرأ حروفها وهي مفرقة. ال، مد الياء. ان، مد الألف. نبدأ الكتابة بالحرف الأول وهو اللام، يأتي بعده مد الياء، ثم يليه حرف النون، وأخيراً مد الألف. نقرأ الكلمة لينا. لينا، فلنردد، لينا. الدودة الثانية، أولاً
سنقرأ حروفها مفرقة. إج إم مد الألف إل. نبدأ الكتابة بالحرف الأول وهو الجيم، يأتي بعده حرف الميم، ثم الفتحة الطويلة، ثم اللام. والآن نقرأ الكلمة جمال. جمال، فلنردد جمال. هيا نركب الحروف يا أبطال. أداء رائع. إذن بعد تركيب الحروف كوننا كلمة عسل وكلمة بلح. نحضر قلما وكراسة. أحبائي، لنتعلم كيف نكتب حرف اللام بطريقة صحيحة. هيا نبدأ. يكتب حرف اللام في أول ووسط الكلمة على السطر بهذا الشكل. يكتب حرف اللام في آخر الكلمة بهذا الشكل. يكتب مقطع لا بهذا الشكل. يكتب المقطع لو بهذا الشكل. يكتب مقطع لي بهذا الشكل. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تعلمنا اليوم حرفاً جميلاً هو حرف اللام، وله شكلان، أول ووسط الكلمة بهذا الشكل، وآخر الكلمة بهذا الشكل، وصوته منفردة ال، كما قرأناه بالحركات الطويلة لا لو لي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.